أخبار اليوم. النجم والفنان الجميل والإعلامي الجميل أحمد أمين، أهلا وسهلا بك. إزاي كل سنة وأنتم طيبين؟ يعني بجد امتنعتنا جدا بفتره قليله بالبرامج بتاعتك. الله يخليك، الله يخليك. الناس اللي بتطلع في التصوير دي لا بقص الحاجات دي من فضلك. هو ده جمهورنا. ادخلت نوع بسيط كده في الكوميديا العبقريه جديده واسلوب بسيط جدا من النقاش بتاعك. الموهبه من عندك اصلا والافكار اللي بتدهشها، كلمنا عن ده اكتر. بعد المقدمة الطويلة انت قلت كل حاجة خلاص، يعني هقول ايه تاني؟ الله يخليك، الله يخليك. كل سنة وانتم طيبين والحمد لله. يعني بسبب قناة النهار وجمهورها يعني نعتبر ان السيزون الاولاني الناس تقبلته وحبته. ان شاء الله السيزون الثاني احنا عندنا امل ان هو يكون افضل وعلى مستوى يعني اعلى ان شاء الله. ورمضان كريم. الافكار بقى، انت صاحب الافكار اللي بتعيشها في ورمضان؟ طبعا احنا معانا فريق كتابة مكون من مجموعة من الشباب وكلهم موهوبين جدا ومتميزين جدا، وده باين على الانتاج اللي هم مطلعينه، وانا معاهم يعني كمسؤول عن ورشه الكتابه، ونقعد نفكر مع بعض ونطلع الحلقات مع بعض كده. عاملين ملعب كده، مش مكتب، عاملين ملعب كده بنقعد نلعب فيه ونطلع الافكار. طب الانتقادات اللي بتوجهها للمسؤولين ايه؟ لا والحمد لله احنا ما بننتقدش حد بعينه، يعني احنا بننتقد دايما الحاجات السلبيه او الملفته او كده يعني، لكن ما فيش انتقاد لحد بعينه والحمد لله، ما حد زائد مننا لغايه دلوقتي. ربنا مصنف البرنامج بتاعك مصنفه هو برنامج طبعا الناس مصنفاه كوميدي، كوميدي سكتشز يعني، وهو ما يعني اجتماعي ايفرجرين كوميدي، اللي هي الكوميديا الخضراء اللي ممكن تشوفها النهارده وتشوفها بعد 20 سنه. ما اعرفش يعني ماليش في التصنيف قوي، بس هو تقريبا كده. ان احنا معاك بقى نعمل حاجه عن رمضان كده، الصيام والحر بقى بتعمل فيه ايه والمصريين وعاداتهم اللي عايز يبقى. ايوه بمناسبه الامتحانات بقى اليومين دول، راجع صفحه حلقه رمضان صفحه 14 هتلاقي فيها كل الكلام ده.